تحياتي لك من جديد زميلي محمد فاروق سعد، كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. كابتن طارق خيري والغزال، مبروك طبعا يا غزال النهارده. المباراه والجيم صعب جدا جدا جدا، لكن الاصرار كان باين، في تركيز كبير باين، تقولي للرجاله كلها بشكل عام، وحابب تقولي للصوره الجميله دي. هسيبك تخش طب تصور الاول واجي لك تاني يا كابتن طارق. اكيد طبعا بنبارك من جديد للكابتن طارق خيري، نجوم طبعا كره السله بالنادي الاهلي. مباراه كانت صعبه، مباراه كانت قويه، لكن كان عندنا ثقه كبيره جدا جدا طبعا في كل اللاعبين اللي كانوا النهارده على قدر المسؤوليه. النهارده المباراه كان زي ما قلنا طارق الغنام كان عنده بعض الاجهاد، محمد ابو النصر كمان، مودي الجرحي، عدد كبير من اللاعبين كان عندهم بعض الامور وبعض الاجهاد، لكن طبعا مع الصوره ومع الفرحه ومع الامور دي طبعا بتكون فرحه كبيره وفرحه مميزه جدا، وده اللي بنتمناه. المسانده القويه والكبيره جدا طبعا للمهندس محمد الجرحي والمهندس محمد سراج. كابتن طارق خيري بنضم لنا من جديد، كابتننا الكبير يا كابتن طارق مبروك، فوز مهم زي ما بنقول. حابب تقولي للجيم وحابب تقولي للعيبه والاصرار الكبير اللي احنا شايفينه ده يا كابتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين على الفوز. طبعا دي تاني بطوله السنه دي في الظروف اللي احنا فيها. مش عايز اتكلم على حاجات كتير قوي، اللعيبه رجاله، محدش هكلمك على حاجات تخص فرقتي الفتره اللي فاتت، مش هتكلم على حكام، لان احنا اول مره اشتكي او نتكلم ان انا بقالنا 3 شهور من بعد دوري مرتبط، احنا الناس زي ما تكون عايزه تخسرنا، واشتكينا للكلام ده اكتر من جانب بما فيها النادي. اللي الناس ما تعرفوش، انا عندي مهند الصباغ صليبي الغنام ده تاني يوم ينزل فيه التمرين بعد الماتش الاولاني، مودي الجرح النهارده، مودي الجرح فرحه كبيره طبعا مع الكابتن طارق خيري والنجوم الكبار طبعا كابتن شفعي وكابتن محمود عادلي وكابتن محمد القوسي. طبعا حاجه رائعه جدا زي ما احنا بنقول، كابتن طارق كان ليه مجهود كبير وكان ليه دور كبير، عايز اروح له تاني ومش عايز اسيبه على الفرحه الكبيره ده. كابتن طارق العلاقه دي على ما اعتقد ليها تاثير كبير، والحب الكبير بين اللعيبه والمدير الفني ده بينعكس بشكل كبير جدا يا كابتن طارق في الملعب. طبعا اكيد انا علاقتي في فرقتي علاقه بره الملعب مختلفه، جوه الملعب حقك وحقي ورولز ولايحه وحاجات كتير قوي، كله بياخد على حسب ما بيدي. انا بس بتكلم على ظروف اللي فيها الفرقه الفتره اللي فاتت دي. الغنام كانت اصابه في الظهر مش لاقيين لها علاج، مهند الصليبي امبارح ماتش السيمي فاينال مع سموحه، محمد ابو النصر سبرين انكل، مودي الجرحي الاقيلس، التهاب في الاقيلس. فانا عندي ناس كتير قوي بتلعب وهي مصابه، هو ده اللي الناس ما تعرفوش. فانا بشكر فرقتي على ان هم قدروا يلعبوا كاس مصر وهم بيلعبوا وهم مصابين او من غير اللعيبه اللي غايبه. الحمد لله رب العالمين، ده معدن النادي الاهلي، الناس بتبقى تحت ضغط بتقدر تلعب، الناس بتقعد تغلط فيها، والحمد لله رب العالمين ولكنهم سامعين. انا في الاخر الحمد لله انا راضي على الاداء اللي هم عملوه الفتره اللي فاتت دي كلها، وربنا يكرمنا. الدوري لسه حتى في الملعب، ربنا يكرمنا في اللي جاي. طول عليك واقول لك الف مبروك يا كابتن. الحمد لله كريم، ربنا يخليك يا حبيبي ربنا.